إذن القاعدة الثانية مشتق الدوال المثلثية المركبة. الدوال المثلثية المركبة لدي أربعة دوال مثلثية مركبة. نعلم أنه يوجد لدينا دالة الساين ودالة الكوساين ودالة التان ودالة الكوتان، حيث أنني سوف أتناول مشتق الدوال هذه المركبة. أنا عندما أقول دالة مثلثية مركبة يعني عندي دالة موجودة داخل الساين أو داخل الكوساين أو داخل التان أو داخل الكوتان. يعني أنا هلق راح أشتق ساين جي إكس، راح أشتق كوساين جي إكس، راح أشتق تانجنت جي إكس، راح أشتق كوتان أو كوتانجنت جي إكس. ده مشتق الدوال المثلثية المركبة. طبعا سوف أعبر عن اشتقاق الدوال المثلثية المركبة بجدول، نعم، يتألف من سطرين من عمودين وأربعة أسطر، في كل سطر دالة مثلثية ومشتقها. انظروا جميعا، طبعا بشرط أن تكون الدالة الموجودة داخل الساين أو الكوساين أو التان أو الكوتان اشتقاقية على مجال مفتوح I محتوى في R. انظروا جميعا، إذا كانت الدالة J دالة جواني اشتقاقية على المجال المفتوح I المحتوى في R، إذا كانت الدالة J جي الإكس دالة اشتقاقية على المجال المفتوح I المحتوى في R، عندئذ نعبر عن اشتقاق الدوال المثلثية بالجدول التالي. لاحظ، إذا كانت J دالة اشتقاقية على المجال المفتوح I المحتوى في R، عندئذ أعبر عن اشتقاق الدوال المثلثية بالجدول التالي. انظروا جميعا، لدي الدالة ومشتقها، لدي Fx التي تساوي sin Jx وFx التي تساوي cosine Jx وFx التي تساوي tangent Jx وFx التي تساوي cotan Jx. طلابنا، نحن وجدنا مشتق الساين والكوساين والتان والكوتان. الآن سأعمم القوانين، تعميم للقوانين فقط لا غير. لدي الدالة Fx التي تساوي ساين جي إكس. من هو مشتق الساين؟ مشتق الساين هو كوساين، يعني مشتق ساين إكس هو كوساين إكس. الآن مشتق ساين جي إكس هو كوساين جي إكس بمشتق الدالة الموجودة جوات الساين. يعني أقول F فتحة X هي J فتحة بكوساين J. من أجل Fx التي تساوي ساين Jx أقول F فتحة X هي J فتحة X بكوساين Jx. لدي Fx التي تساوي كوساين Jx، جميعنا يعلم أن مشتق الكوساين هو ناقص ساين. الآن من أجل الدوال المركبة يصبح مشتق كوساين Jx هو ناقص ساين جي اكس بجي فتحة. أكتبها بالشكل فتحة اكس تساوي ناقص جي فتحة اكس بساين جي اكس. إذن من أجل اف اكس التي تساوي كوساين جي اكس أرى أن فتحة اكس هي ناقص جي فتحة اكس بساين جي اكس. من أجل اف اكس التي تساوي كوساين جي اكس أرى أن أو أجد أن فتحة اكس هي ناقص جي فتحة بساين جي. لدي الثالثا أو الدالة الثالثة Fx التي تساوي tangent Jx. من هو مشتق التان؟ مشتق التان وجدنا أنه 1 زائد تان مربع، والذي يساوي 1 على كوساين مربع، والذي يساوي سك مربع. اليوم مشتق تان Jx نفسه 1 زائد تان مربع J مضروب بمشتق J والتي تساوي J فتحة على كوساين مربع J ولا تساوي جي فتحة بسك مربع جي. أقول من أجل اف اكس التي تساوي تانجن جي اكس اف فتحة اكس هي جي فتحة اكس بواحد زائد تان مربع جي اكس والتي تساوي جي فتحة اكس على كوساين مربع جي اكس والتي تساوي جي فتحة اكس بسك مربع جي اكس. أخيرا لدي اف اكس التي تساوي كوتان جي اكس كوتانجنت. من هو مشتق الكوتان؟ جميعنا يعلم أن مشتق الكوتان ناقص مفتح قوس 1 زائد كوتان مربع X. اليوم من أجل كوتان جي X تعميم، الناقص ما زالت موجودة، فتحت القوس 1 زائد كوتان مربع جي X سكرت القوس بمشتق جي. نعم تعميم فقط لا غير، القوانين التي درسناها. أقول من أجل F فتحة X التي تساوي كوتان جي X، من أجل F الإكس عفواً، من أجل Fx التي تساوي كوتان جي إكس
أقول F فتحة X تساوي ناقص J فتحة X بواحد زائد كوتان مربع J X. إذن من أجل F X التي تساوي من أجل F X التي تساوي كوتان J X F فتحة X هي ناقص J فتحة X بواحد زائد كوتان مربع J X والتي تساوي ناقص J فتحة X على ساين مربع J X والتي تساوي ناقص J فتحة X بكوسك أو كوسكانت مربع J X. هذا أو هذه قواعد اشتقاق الدوال المثلثية المركبة. أعيد، من أجل Fx التي تساوي ساين Jx F فتحة X هي J فتحة بكوساين J. من أجل Fx التي تساوي كوساين Jx أجد أن F فتحة هي ناقص J فتحة بساين J. من أجل Fx التي تساوي تان J F فتحة X هي J فتحة بواحد زائد تان مربع J والتي تساوي J فتحة على كوساين مربع J والتي تساوي J فتحة بسك مربع J. من أجل Fx التي تساوي كوتان Jx أرى أن F فتحة X هي ناقص J فتحة بواحد زائد كوتان مربع Jx والتي تساوي ناقص J فتحة على ساين مربع J والتي تساوي ناقص J فتحة بكوسك أو كوسكانت مربع J. واضح طلابنا كيف نشتق الدوال المثلثية المركبة؟ الآن لنبحث في تمارين وأمثلة لكي نثبت أفكار اشتقاق الدوال المثلثية المركبة. لدي الأمثلة التالية تقول أو نقول أوجد الدالة المشتقة لكل من الدوال التالية. أوجد الدالة المشتقة لكل من الدوال التالية. لدي الدالة fx التي تساوي sin 2x مربع ناقص 2x زائد 50. إذن الدالة fx fx التي تساوي ساين 2x مربع ناقص 2x زائد 50. كيف سوف أشتق هذه الدالة؟ أرى أن هذه الدالة هي ساين j ومشتق ساين j هي j فتحة بكوساين j. لاحظ أثناء عملية الاشتقاق وفي المستقبل أثناء عملية التكامل ما داخل الساين أو الكوساين نعم لا يتغير بالاشتقاق. الدالة الموجودة داخل الساين والكوساين عندي راح اشتق ما داخل الساين او الكوساين تبقى كما هي. لاحظ من اجل اف اكس يساوي ساين جي الاف فتحة جي فتحة بكوساين الجي. لذلك اقول اف فتحة اكس تساوي الجي هي 2 اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 5. يعني اقول 2 اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 5 على القوس فتحة بكوساين 2 اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 5. سوف اشتق 2x مربع ناقص 2x زائد 5. 2 ليس لها علاقة بالاشتقاق يعني فقط مضروب وبيضل مضروب. الx مربع مشتق 2x ب2 4x مشتق ناقص 2x هي ناقص 2 زائد 5 مشتق 0. يعني f فتحة x هي 4x ناقص 2 4x ناقص 2 بكوساين 2x مربع ناقص 2x زائد 5. إذن مشتق الساين ساين j مشتقها J فتحة بكوساين J. أيضا لدينا الدالة Fx التي تساوي تانجنت 2X ناقص B على 6. عفوا إذن Fx التي تساوي تان 2X ناقص B على 6. أنا نحن أمام دالة أيضا مثلثية مركبة. تانجنت J ما هو القانون؟ مشتق تانجنت J هو J فتحة بواحد زائد تان مربع J. أقول F فتحة X تساوي طبعا هنا J هي الدالة 2X ناقص B على 6. F فتحة هي 2X ناقص B على 6 على القوس فتحة بفتح قوس بواحد زائد تان مربع ل 2X ناقص B على 6 وبسكر القوس. إذن F فتحة X هي 2X ناقص B على 6 على القوس فتحة بواحد زائد تان مربع ل 2X ناقص B على 6. الآن راح اشتق 2X ناقص B على 6. مشتق 2X هي 2 مشتق الناقص بي على 6. ما بننسى انه البي على 6 عدد مثل 3 مثل 5. مشتق الثابت صفر مشتق الكونست صفر. لذلك 2x ناقص بي على 6 على القوس فتح هي 2 بي واحد زائد تان مربع 2x ناقص بي على 6 وهي صيغة الدالة المشتقة. ايضا لدينا الدالة fx التي تساوي كوساين مكعب ل 2x ناقص بي على 3. طلابنا لنمعن النظر
في هذه الدالة. اف اكس التي تساوي كوساين مكعب لاتنين اكس ناقص بي على ثلاثة. اف اكس التي تساوي كوساين مكعب لاتنين اكس ناقص بي على ثلاثة. لو نظرنا إلى هذه الدالة من الأعلى، نعم، أرى أنها هذه الدالة هي كوساين 2 إكس ناقص بي على 3 والكل قوة 3، ليس كذلك؟ كوساين مكعب ل 2 إكس ناقص بي على 3 هي كوساين 2 إكس ناقص بي على 3 والكل قوة 3، ليس كذلك؟ لأن هذا التكعيب للكوساين، يعني عندما يكون التكعيب للكوساين يعني هذا التكعيب لكل المقدار، يعني كوساين ل 2 إكس ناقص بي على 3 أس 3 الكل هو كوساين مكعب ل 2 إكس ناقص بي على 3. لذلك سوف أنظر إلى هذه الدالة بداية على أنها قوة دالة، يعني في عندي دالة كوساين مرفوعة للأس 3، نعم، وأشتقها بداية على أنها قوة دالة كما هو موضح لدينا. فتحة إكس هي أفتح قوس أقول كوساين 2 إكس ناقص بي على 3 والكل أس 3، هاي 3 الأس 3 للكوساين وليس لما داخل كوساين. أنا أريد الدالة المشتقة والكل على القوس فتحة، يعني فتحة X هي كوساين 2 X ناقص بي على 3 الكل أس 3 والكل على القوس فتحة، مشتقة والدالة R بجي أس R ناقص 1 بجي فتحة، الأس بينزل والكوساين الأس بينقص 1، يعني 3 بكوساين مربع ل 2 X ناقص بي على 3. طلاب هذا التكعيب لو وضعته بهذا الشكل أو وضعته على الكوساين نفس الشيء، إذن عندي اشتقيت طبقت قوة دالة حصلت على 3 كوساين مربع على 2 إكس ناقص بي على 3 بي مشتق القوس، أي قوس؟ هذا القوس المتوسط، يعني بمشتق كوساين 2 إكس ناقص بي على 3. إذن 3 كوساين مربع 2 إكس ناقص بي على 3 بي كوساين 2 إكس ناقص بي على 3 على القوس فتحة، نعم، والتي تساوي 3 كوساين مربع ل 2 إكس ناقص بي على 3 بي. بدي اشتق الكوساين، نعلم أن مشتق الكوساين كوساين جي اكس مشتقه ناقص جي فتحة بساين الجي، الكوساين هو ناقص جي فتحة بساين الجي، الجي الدالي الموجود جوا، نعم، هي 2 اكس ناقص بي على 3. ما هو مشتق 2 اكس ناقص بي على 3؟ هو 2، لأن مشتق بي على 3 صفر، مشتق اكس 1 مضروب بإشارة ناقص، هاي الناقص، مشتق الكوساين ساين ناقص 2 ساين 2 اكس ناقص بي على 3. نعم، لاحظ ما بننسى انه هون الإشارة المهيمنة او الإشارة المسيطرة هي إشارة الضرب، صفى عندي 3 بكوساين مربع ل 2 اكس ناقص بي على 3 بي ناقص 2 ساين 2 اكس ناقص بي على 3، 3 بي ناقص 2 هي ناقص 6، ناقص 6 ساين 2 اكس ناقص بي على 3 بكوساين مربع 2 اكس ناقص بي على 3. لاحظوا طلاب هذه الدالة عندي أنا ثلاث دوالب قلب بعض، يعني هاي دالة الدالة الدالة، نعم، نظرت إلها بداية على أنها قوة دالة، طبقت مشتق قوة دالة، ثم عندي اللي بدي اشتق القوس وجدت أن القوس اللي رفعته للأس تكعيب اللي هو كوساين 2 إكس ناقص بي على 3 هو دالة مثلثي مركبي، أجريت عملية الاشتقاق بهذا الشكل. بهذا طلابنا ننهي جلستنا لهذا اليوم.